جوج ديال المستويات ياك كاين المستوى الاول كنحسوا انه عدم التعاطي بجديه داخل الوزاره مع الانتظارات ديال الموظفين، وكاين واحد يعني ما كاينش كاولويه عند الوزاره، تالي متروكه الزمن اش غادي نقولوا مثلا لونسا 15 سنه وما كيتسناو باش يتصاوب لهم باش القانون الاساسي معنا لا سالي لي زوروفا اليوم المكاتب الجهويه للاستثمار الفلاحي من 75 وما كيتسناو على الاقل غير من 2012 ملي بدا المفاوضات نقدروا نقولوا الجديه، معناه كاين واحد سير الطين ياك. وكاين مستوى ثاني للامانه اللي دارت فيه الوزاره مجهود ولكن ما يكفيش تحيل الملفات ديال الموظفين ديالك على جهات مختصه وتجي تجلس بحالك وتقول لي راه درنا اللي علينا. بالنسبه للمكاتب الجهويه للاستثمار الفلاحي مشروع النظام الاساسي ديالهم الجديد انا حلته على الوزاره ديال المكلفه باعداد الميزانيه، ما كافيش لان المطلوب هو اخراج النظام الاساسي ماشي تحيلو والوزاره الاخرى تقول لك فيتو وحنا بقاو جالسين، دونك ما كافيش. نفس الشيء كذلك بالنسبه كيف ما ذكرت قبيله بالنسبه للاعمال الاجتماعيه، مؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال المحافظه العقاريه تمت احالتها على وزاره الماليه، وزاره الماليه دارت شي فيتو عاوتاني حتى هي بشي تفسير جديد، صافي غادي نوقفوا. كذلك السبب الثاني دونك كاين بلوكاج كي بعض المرات ديال الملفات كتبلوكا في وزاره الماليه سورتو، وكاين سبب ثاني هو يعني غياب الشفافيه والحوار بحسن النيه مع الشريك الاجتماعي، دونك كاين يعني التجاهل والمماطله، كاين البلوكاج يعني عدم تحمل المسؤوليه ديال الوزاره انها ديبلوكي الملفات اللي محطوطين عند وزاره الماليه، وكاين عدم التعاطي بحسن النيه في التفاوض مع الشريك الاجتماعي. انت كوزاره مقبله على ورش بحجم اعاده الهيكله ديال الوزاره اللي غادي يقلب الوجه ديال الوزاره راسا على عقب وغادي يمس اساسا الموظفين بشكل مباشر او غير مباشر، وهذا الورش هذا كديرو بعيدا على الشريك الاجتماعي ديالك، كنعتبروا اقل ما يمكن يتقال على هذا الشيء انه حوار ما فيهش حسن النيه او تعاطي بحسن النيه مع 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 الشريك الاجتماعي، الشيء اللي كيرفع منسوب عدم الثقه ومنسوب الغليان اللي كيفسروا اللي نتج عليه اليوم قرار ديال الاضراب. لذلك كاين عندنا قرار ديال الاضراب في القطاع الفلاحي غادي يكون انذاري في الاسبوع الاول من شهر مارس لهذه الاسباب اللي قلنا، ماشي لانه ما كاينش حوار ولكن لان الحوار يكاد يكون شكليا. قلنا يكاد يكون، ما بغيناش نقولوا شكليا فقط لانه كاين بعض الانجازات المحدوده اللي كاينه، وكاين فيه كذلك بعض الوعود اللي يمكن تنشا عليها بعض المكتسبات. وكاين القضايا الكبرى الهيكليه اللي كاينه في القطاع نعتبر الحوار بخصوصها اجوف. دونك هذا اللي دعانا اننا نخوضوا الاضراب. كنتمناو انه يكون يعني يحقق الانذار اللي باغين، وانه يكون مناسبه لانه تكون واحد الجلسه ثلاثيه. اعتقد على انه ان الاوان باش يدخل رئيس الحكومه وان يامر او يوجه وزارة الفلاحة وزارة المالية باش يجلسوا مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، لأن كاين إشكالات مشتركة بين جوج ديال الوزارات، وحنا ما يمكنش نبقاو يعني عالقين بين واحد عنده الإرادة وواحد عنده الفيتو. خصنا نجلسوا بثلاثة كجامعة كنقابة، كوزارة الفلاحة كمسؤولة على الملفات، كوزارة المالية كمسؤولة على تمويل إلا بغينا نقولوا هاد المشاريع سواء ديال القوانين الاساسيه ديال الموظفين
او لا الاعمال الاجتماعيه او غيرها باش نجلسوا نصيبوا حل لهذه الحاله ديال البلوكاج. سينو اعتقد على ان الوضع داخل الوزاره مرشح لمزيد من التصعيد ومزيد من التوتر. نحن لا نهدد، نحن نخبر بواقع، غير باش ما يصحابلوش شي واحد اليوم جبنا الاعلام باش نبلغوا له شي تهديد، نخبروه بواقع. هو كيعرفوا المعركه ديال لونسا راه خدامه وجاريه، المعركه ديال لي زوفيس مكاتب الجهويه للاستثمار الفلاحي راه جاريه، الاستعدادات كذلك جاريه ديال الموظفين وباقي المؤسسات العموميه لتاكيد نفس الموقف، حوار مجدي يؤدي الى حل حالات الملفات اللي هي عالقه في اطار حوار ثلاثي في وزاره الفلاحه، وزاره الماليه، وجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باش نديبلوكيو هذا الوضع هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.